الأخ إبراهيم يسأل ويقول افتوني في شأن العقيقة الآن. لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بثلاثة أولاد وبنت، ولكني لم أعق عنهم حتى الآن، هل لي أن أقضيها وهل هي سنة مؤكدة؟ وجهوني حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا، وإذا لم أفعلها فهل علي من حرج؟ العقيقة هو أن يذبح عن المولود سنة مؤكدة، يذبح عن الغلام يعني عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وإذا لم يذبح عن الغلام شيئا أو عن الجارية فلا حرج عليه، لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك سنة. نعم.